برحب بحضراتكم من مدينة العالمين الجديدة، مدينة السحر والجمال، المدينة اللي المصريين وبفضل إرادة المصريين والقيادة السياسية قدرنا أن احنا في وقت قياسي جدا نشوف هذا الجمال وهذا الإبداع وهذا الإنجاز العمراني الغير مسبوق اللي قدرنا من خلاله أن احنا نعمل مهرجان عالمي على أرض مصرية فاق كل التوقعات من حيث التنظيم، من حيث أيضا التنوع، لأنه المهرجان مش هينفع نقول إنه هو ترفيهي فقط، هو ترفيهي سياحي فني ثقافي رياضي، كل حاجة موجودة فيه. أي حد يجي العالمين ما ينفعش يكون عنده مثلا هواية معينة ويقول لا أنا مش موجودة في العالمين، كل حاجة موجودة، كل حاجة متاحة في هذه المدينة الساحرة، مدينة العالمين الجميلة اللي موجودة على أرض مصر. مدينة العالمين الجديدة كل أنواع الفنون موجودة ومتاحة زي ما كنت بقول لحضراتكم، سواء الغنى، الرياضة، الثقافة، مسرح الشارع، السينما، يعني ما فيش حاجة نفسك فيها مش هتكون موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة. يمكن الأسبوع ده كمان وإحنا خلاص يعني بننتهي من أي يعني آخر أيام فعاليات المهرجان، الأسبوع ده كان كمان قوي جدا. امبارح كان في مطرب الراب الامريكي المعروف راس، وكان في حضور جماهيري من الشباب، وكان في تفاعل كبير جدا. طبعا احنا عارفين انه الراب بشكل عام هذا الفن لجمهور عريض من مختلف الفئات العمريه، بالاضافه كمان انه كان في حفل غنائي لليسي عدويه مسلم، يعني شهدت ايضا حضور جماهيري كبير جدا. ده غير طبعا الأسابيع اللي فاتت اللي شهدنا فيها غناء نجوم الفن من مصر ومختلف الدول العربية، حكيم، إليسا، نانسي عجرم، تامر حسني، الكينج محمد منير اللي عمل حفلة جميلة جدا واستثنائية، وهو بنفسه كمان يعني اتكلم عن التنظيم واتكلم عن الجمهور الجميل اللي جه من كل مكان علشان يحضر هذه الحفلات المختلفة، بالإضافة طبعا للرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة اللي بتكون موجودة على مدار اليوم، سواء الكرة الشاطئية أو حتى كمان الرالي، الرالي اللي استمر لمدة 4 أيام في أجواء حماسية، في أجواء كمان يعني مميزة، الناس كلها كانت بتتكلم عن الرالي وهذه البطولة المميزة. يعني زي ما كنا بنقول كل حاجة هنا موجودة في مدينة العالمين لإسعاد طبعا المصريين وكل ضيوفنا اللي جم علشان ينورونا ويستمتعوا بالأجواء الجميلة وبالبحر الجميل الفيروزي اللي مفيش منه خالص غير هنا عندنا هنا في الساحل الشمالي وفي مصر. اروح بقى في الاستوديو، برحب بزميلتي حور، برحب بيك يا حور، ومن الممشى السياحي برحب بزميلتي شيرين وجدي. شيرين طبعا موجوده معانا من بدري جدا في العالمين، وزي زمايلي يا شروق الحقيقه برضو انا حابه ان انا يا شروق يعني أشكرك على الجهد الكبير اللي احنا شفناه في الصورة بالذات في السوشيال ميديا، وقدي احنا كنا حابين والناس كلها اللي معرفوش حتى ييجوا العالمين كانوا حابين ان هم يشوفوا ابرز الانجازات اللي تمت في مدينة العالمين الجديدة، سواء في الحي اللاتيني، الداون تاون، الجامعة، الاكاديمية الموجودة، المدينة التراثية. نقلتي لينا حاجات مختلفة في مدينة العالمين اللي تم تنفيذها في وقت قياسي. انت معنا من الممشى السياحي، كلمينا بقى عن الفعاليات والانشطة اللي عندك واهم ما رصدتي.
خلود في البداية برحب بيكي طبعا وبشكرك على كلامك الجميل، برحب بحور كمان، ولكن خليني في البداية يعني أشكركم أنتوا الاثنين الحقيقة على كلامكم الجميل ودايما تقدمكم الجميل ليا. وكان لازم يا خلود أن احنا يعني من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال البث المباشر على شاشات التلفزيونات أن احنا نوري الناس بعيون اكسترا نيوز ايه اللي بيحصل في مدينة العالمين الجديدة والانجازات وحجم التطور وحجم الفعاليات والرياضات المختلفة اللي بتستضيفها الدولة المصرية. يعني حقيقي كان لازم ده يوصل لكل حد، واظن انه من خلاله ناس كتير قوي كانت بتتوافد هنا كمان على مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين. و الحقيقة كمان انه يعني كان لازم نوضح كل تفصيلة موجودة، ما كناش بنسيب يمكن اي حدث بيحصل هنا عشان نوري الناس قد ايه مصر عظيمة، قد ايه احنا قدرنا نحقق كل ده صحيح. على ارض اتحولت فعلا من الغام لارض اصبح عليها حياة جميلة جدا جدا في اقل من 5 سنين، ومش مجرد على فكرة حياة صيفية، احنا بنتكلم في حياة، يعني بنتكلم في مدينة من مدن الجيل الرابع، مدينة ذكية نقدر نعيش فيها صيف شتاء، نقدر ان احنا نشتغل هنا، نودي اولادنا مدارس هنا، جامعات هنا، مستشفيات هنا، كل حاجة موجودة هنا، متاحف، مدينة تراثية، يعني كل حاجة، حتى الشاطئ موجود وبالمجان، الممشى السياحي بخدماته المختلفة موجودة ومجانا. خليني اتكلم معاكي بما اني بتكلم على الممشى السياحي خلود، انا ورايا يعني الحقيقه في توافد كبير، او من حواليا في توافد كبير جدا ل يعني مختلف الاعمار الفئات كمان في الممشى السياحي. احنا بنتكلم انه كل تقريبا ويك اند او كل عطله رسميه في مدينه العالمين الجديده احنا بنشهد فرق مختلفه موجوده عشان تبسط الناس وتقدم عروض مختلفة، منها العروض اللي موجودة ورايا خلود. العروض دي يعني الحقيقة خليني أقول إن هي فرق شعبية من مرسى مطروح ومن الأقصر ومن بورسعيد، دول موجودين عايزة أقولك قدامي على بعد أمطار، ورايا على طول زي مظاهر في الشاشة، وقدام شوية كمان على الممشى السياحي. إحنا بنتكلم على ممشى السياحي بطول 14 كيلومتر، فلازم يكون ال 14 كيلومتر دول يعني بيقدروا يوصلوا أو يوصلوا لكل حد موجود هنا بفعاليات مختلفة، سواء الفعاليات الغنائية حتى أو العروض اللي بيتم تقديمها على مسرح الشارع واللي برضو موجود على الممشى السياحي، أو في مسرح العالمين الذكي اللي موجود برضو بعد مسرح الشارع، أو من سواء من خلال العروض المختلفة 3D أو ثلاثية الأبعاد والهولوجرام اللي بتقدمها النافورة الراقصة الأكبر في مدينة العالمين الجديدة واللي برضو متواجدة على الممشى السياحي. صراحة يعني حاجات كتيرة قوي موجودة هنا. طبعا احنا بننتظر النهاردة حفلة ضخمة وكبيرة، اظن خلود وحور انه التذاكر بتاعتها مباعة من اول ما تم الاعلان عنها، يعني طبعا حفلة باند او فرقة كايروكي، واللي بالفعل انا مسرح الارينا متواجد على شمالي مظبوط. عايزة اقولك انه بدأت الاستعدادات الاخيرة للتدريبات على المسرح، احنا قادرين نسمعها من هنا، وطبعا نسمع حواليا المزيكا المختلفة للفرق اللي بتقدم عروض مختلفة ورايا، وبيكون في دايما التفاف من الناس حواليهم في قمة السعادة، بيرقصوا معاهم، بيغنوا معاهم، بيتصوروا معاهم. ده غير طبعا خلود عايزة اقولك انه الممشى السياحي يعني دايما بيحتضن اي حد موجود. عايزة اقولك الاطفال هنا حواليا بيلعبوا بالعجل، بيلعبوا بالسكوترز، بيلعبوا بالباتيناج، بيلعبوا بكل حاجة، والاهالي حاسين بامان حقيقي لان هم قدام عينيهم في مكان مفتوح، امان تماما. الارض نفسها مطبوع عليها ان المنطقة دي مخصصة للعجل، فما تلاقيش حد ماشي في المنطقة دي، مع ان هي
على نفس الحارة الكبيرة والواسعة للممشى السياحي. يعني عايزة أقولك الناس حقيقي روحهم حلوة، الناس مبسوطة وهم يستحقوا دوت. ومدينة العالمين يعني الحقيقة ما أثرتش تماما في إسعاد كل فرد بيجي هنا أو جاي هنا. وبجانب ده خلود عايزة أقولك أنه طبعا إحنا في فعاليات رياضية كتير استضفناها في مدينة العالمين الجديدة وتحت مهرجان العالمين، ولكن يعني طبعا من الأبرز كانت نجوم الكرة الذهبية التيك بال، الجودو طبعا الدولية، يعني استضافنا حاجات كتير قوي، الجاتسكي الرالي والدريفتنج اللي كنت بتقولي عنهم خلود. والأسبوع ده كمان احنا ابتدينا بدري شوية واستضافنا حاجات كتيرة قوي مختلفة، برضو منهم التجديف ومنهم برضو الكرة الشاطئية او البيتش فولي. طبعا هتابع معاكي خلود لحظة بلحظة وحور كمان كل حاجة بتحصل هنا على الممشى السياحي، ولكن هرجع لكم تاني بعد قليل. اتفضل. شكرا ليكي زميلتي شروق وجدي، كنتي معانا من الممشى السياحي. طبعا شروق اتكلمت عن كذا نقطة مهمة، واعتقد انه اي حد يجي هنا مدينة العالمين الجديدة هيشوف ده بنفسه. اولا هي لكل المصريين، لكل الطبقات، لكل الاسر المصرية، لكل الفئات. اول ما هتخش الممشى السياحي ومدينة العالمين الجديدة، اولا الدخول يعني لكل الناس، لكل الفئات العمرية، كافيهات على طول الممشى السياحي، كل الانشطة الترفيهية موجودة هنا علشان تسعد الأسرة المصرية اللي فعلا تستحق هذه السعادة. يمكن أنا كان ليا شرف أن أنا أكون حضرت المشروع ده، هذا المشروع الضخم من بدايته خالص، هما لسه بيعملوا المدينة ولسه بيعملوا الممشى، قد إيه كانوا شغالين على قدم وساق من البداية. طبعا هذا المشروع وفر فرص عمل زي باقي المشاريع القومية اللي عندنا في مصر، يعني فرص عمل كبيرة جدا لعدد كبير جدا من الشباب والعمالة والمهندسين، بالإضافة لكل ده أنه الناس كانت شغالة على قدم وساق، حاسين بالفخر والاعتزاز أن هم يعني شغالين علشان يعملوا هذه المدينة السياحية اللي هيتم وضعها بالفعل على خريطة السياحة العالمية. وبعد طبعا هذا المهرجان في نسخته الأولى اللي الحمد لله وما شاء الله إن شاء الله يعني يستمر للآخر، التنظيم فوق كل التوقعات الحقيقة. احنا بنتكلم على 6 أسابيع، اكتر من تقريبا شهر ونص، في اليوم بيبقى فيه حوالي 4 فعاليات تقريبا. الحمد لله منظمة بشكل جيد جدا، الناس كلها مستمتعة، بتيجي مع أسرتك أو زوجتك وأولادك وانت مطمن، الأمان ده شيء مهم جدا. وأي حاجة وأساس أي إيفنت أو أي حدث أو أي مهرجان هو التنظيم والأمان، والحمد لله ده يعني موجود هنا عندنا في مدينة العالمين الجديدة. والمدينة الحقيقة قدرت ان هي ونجحت في ان هي يعني تجذب عدد كبير جدا من السياح، مش بس في الوطن العربي ولكن حتى السياحة الأوروبية. السنة دي احنا شفنا زيادة بنسبة تقريبا 10%، وسياحة المهرجانات طبعا تم إضافتها لأجندة السياحة في مصر، بالإضافة أن احنا كمان أضفنا سياحة لجنسيات في الساحل الشمالي جديدة زي إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، موجودين هنا في مدينة العالمين بيتمتعوا طبعا بالسياحة الشاطئية اللي هي صباحا أو حتى بيحضروا الإيفنتس أو الفعاليات بالليل. فده نجاح يعني احنا فعلا نستحقه، وهو مستحق لانه فعلا احنا تعبنا علشان نشوف هذا المشهد المشرف اللي بيحسسنا كل يوم بفخر واعتزاز. ارادة مصرية قوية، ساحل شمالي مش بس 3 شهور ولكن على مدار السنة، خدمات موجودة سواء للمقيمين الموجودين هنا في الساحل الشمالي او حتى للي بيجي يعني يزور من مختلف الجنسيات. أكيد أي حد هيجي مدينة العالمين هينبهر، لوحة فنية. أي حد بيجي المكان هنا اللي أنا فيه بيقولي دي لوحة فنية، لوحة فنية لكل المصريين. وفعلا في ناس كتير مش مصدقة احنا ممكن نروح ونستمتع فعلا. أيوة ينفع تيجي وتستمتع وتشوف. وأروح بقى لزميلتي حور في الاستوديو، وارحب بك يا حور. يا
يا خلود ازيك، وبجد مبسوطه ان انا معاكي النهارده في برنامج العالم على مين، وبرحب بزميلتي شروق، ودايما يعني بنشيد بكل المجهود اللي بتعمليه يا شروق على السوشيال ميديا، والحقيقه بيدخلنا في كل تفصيله متعلقه بمدينه العالمين الجديده وكمان مهرجان العالمين. هبدا معاكي خلود من حيث انتهيتي، وهي فكره انه احنا فعلا نقدر، وانه كتير دلوقتي بيجوا مدينه العالمين الجديده علشان يتفرجوا على هذا المهرجان العظيم ويحضروا كل هذه الفعاليات المختلفه. وده انا هنا بقى شاهد عيان، لانه الحقيقه انا زمايلي واصحابي من سواء دول عربيه او عايشين في دول اوروبيه جم مصر مخصوص علشان يحضروا مهرجان العالمين ويستمتعوا بهذه المدينة البديعة اللي هنفضل ونقول إنه هذه المدينة يعني هي بنيت بتصميم وتنفيذ عالمي بيتلائم حقا مع الجمهورية الجديدة. ده الحقيقة كمان بيأتي ضمن خطط ومشروعات مستمرة للتنمية، وزمايلي وصحابي وكل الناس اللي بتيجي مصر وبتزور مصر خاصة لما بيقعدوا فترة طويلة ما بينزلوش وبيرجعوا بيشوفوا الاختلاف فين، يعني قادرين يشوفوا الاختلاف ده في شوارع مصر، قادرين يشوفوا الاختلاف ده في المشروعات اللي اتحققت في وقت قصير جدا في مصر، قادرين يشوفوا ده في الخدمات المختلفة اللي بتقدم في كل جهة، وكل يعني خدمة بيحصلوا عليها ازاي بقوا بيحصلوا عليها بشكل سلس جدا. لما بنيجي نتكلم النهاردة على مدينة العالمين الجديدة وبنقول انه هذه المدينة تم تخطيطها بشكل دقيق جدا والاهتمام بكل تفصيلة فيها، احنا بنقول انه هذه المدينة هي من خلال طبعا مهرجان العالمين الجديدة قدرت تقول انه مصر دلوقتي مختلفة تماما. مصر دلوقتي كل يعني مواطن مصري عايش على أرضها هو قادر يحس بالقيمة اللي اضافت لهذه البلد العظيم، وللحقيقة يعني هنرجع ونشيد بأهمية البداية اللي كانت بتحقيق الأمن والأمان والسلام لهذا البلد العظيم. مش عايزة أطول عليكي خلود أكتر من كده علشان إحنا عايزين كمان نعرف أكتر عن فعاليات اليوم النهاردة شكلها إيه، ونستمتع أكتر بالمفاجآت اللي بيحضرها لنا دايما مهرجان العالمين اللي دايما بنقول إن هو بادئ بقوة ومستمر كل هذه الفترة بنفس القوة وبنفس التنظيم الدقيق. والحقيقة إنه إحنا النهاردة بنتكلم على إنه فرقة كبيرة زي كاريوكي بتقدم إحدى أكبر الحفلات الغنائية في مدينة العالمين الجديدة، وده طبعا ضمن فعاليات مهرجان العالمين في دورته الأولى، الدورة القوية جدا جدا واللي الحقيقة يعني هتوحشنا وبنتمنى إنه إنها يعني تفضل مستمرة طوال العام. الحفلة النهاردة هيقدموا خلالها هذه الفرقة الجميلة باقة مميزة جدا من أشهر الأغاني اللي الناس كلها بتحبها وبتستمتع بيها وليها الحقيقة جمهور كبير جدا. احنا كمان خلال حلقتنا في برنامج العالم على مين بنبقى دايما مهتمين ان احنا نعرف رأي النقاد ونعرف رأي المتخصصين ازاي بيشوفوا مهرجان العالمين الجديدة وازاي قادرين يلمسوا هذا التنظيم العظيم والتفاصيل اللي معمول حسابها قوي. خليني استقبل عبر الهاتف الاستاذ علي الخشوتي الناقد الفني. برحب بيك يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. دايما يعني بنستمتع بوجود حضرتك معانا، وعايز اعرف من حضرتك ازاي شايف القوه اللي بدا بيها مهرجان العالمين الجديده مستمره حتى الان ومحقق اهدافه ان هو يعني يوري كل حد سواء من جوه مصر او من بره مصر مدينه العالمين الجديده، المدينه اللي دايما بنقول مفيش زيها في العالم كله، واحنا الحقيقه يعني متحيزين جدا ولينا الحق.
هو الحقيقة أنا هاخد من كلامك إن أنت كنت بتتكلمي عن أصحابك ومعارفك اللي هم جم لمصر عشان يحضروا المهرجان وقد إيه منبهرين بالمدينة. يمكن إحنا في مصر بنعتاد دايماً على الجمال، يعني عينينا بتاخد على الجمال فما بتحسش بفرق كبير قوي قد ما يجي حد من بره أو كان غايب عن مصر ويجي ويشوف الحاجات دي لأول مرة فيحس قد إيه في فرق كبير، ويخلينا إحنا نشك في نفسنا اللي هو يعني هو شايف حاجة إحنا مش شايفينها، بس هو فعلا الجمال بنعتاد عليه فدايما بنحتاج نشوف أماكن أكتر ونتكلم مع ناس أكتر نشوف بعينيهم هم شايفين إيه، لأن إحنا دايما غيرين على بلدنا ودايما بنبقى طمعانين في إن يبقى فيه أحسن وأحسن وأحسن، لكن اللي بيجي من بره بيشوف الصورة كاملة وبينقلها لك بيخليك تطمني إن هو لا أنت يعني في مكان فعلا جميل وفي مكان فعلا يستحق الانبهار وفي مكان فعلا قدر ان هو يبهر العالم كله بكل تفاصيله الحقيقة، سواء من بنية تحتية من زمن قياسي شفنا في مدينة العالمين ازاي انطلقت لمهرجان العالمين في دورته الاولى بمفاجآته الكثيرة جدا. يعني الحقيقة احنا كل اسبوع بنلاقي مفاجآت، كل اسبوع بيحصل اعلان عن مفاجأة جديدة. يعني النهاردة مثلا كايروكي الاسبوع اللي جاي هيكون فيه ويجز. أنا مبسوط جداً باختيارات التنوع بيرضي كل الأذواق. والحقيقة أنه هأضيف لكلام زمايلي اللي حطنا في أدق التفاصيل في الفعاليات المختلفة اللي بتحدث في كل مكان في مدينة العالمين الجديدة، هو فكرة أن هي فسحة فعلاً لكل المصريين والغير المصريين، يعني فسحة محققة كل الأهداف المتعلقة بالمتعة. يعني اللي حابب الفعاليات الرياضية هيلاقي، اللي حابب يسمع فن وغنى جميل هيلاقي، اللي حتى في الفن مهتم بالغنى الشعبي هيلاقي. كمان دلوقتي الصورة من وراء زميلتنا شروق على الممشى السياحي، كنا بنشوف الطابع بقى المتعلق ولامس قوي الفنون الشعبية المتعلقة بكل محافظة وهوية كل محافظة. كنا بنسمع وراها حاجة متعلقة بالفولكلور النوبي يعني. فإحنا كل يوم بنستمتع بأشكال كتير جدا، تقريبا كأننا بنلف مصر كلها في مدينة العالمين. هي كمان شروق يعني بتخلي الجمهور يغير كل يوم، تطلع بمغامرة جديدة. صحيح، مرة مغامرة في السماء، مرة بعربية في وسط الطرق اللي معمولة للسباقات. هي سمعاك كمان على فكرة، هي معانا وسمعاك. يعني يمكن أنا بحييها جدا على الفتشارات التلفزيونية. أي دي فتشارات تلفزيونية احنا كنا مفتقدينها على الشاشة، وأنا مبسوط بيها وسعيد بيها جدا، لأن دي بتوصل رسالة لأن المدينة مدينة متكاملة، وأن الناس تقدر تعمل كل الأنشطة السياحية والثقافية والفنية اللي بتحبها. ممكن تسابق بالعربيات، ممكن تطير في السماء، ممكن تغطس، ممكن تحضر حفلات، ممكن تتابع على الممشى حفلات في الكولور مصري، وده حاجة مهمة جدا جدا ان الناس تفضل مربوطة بالكولور بتاعها وبرقصاتها الشعبية وبأغانيها الشعبية، لان اي وصول العالمية مش هيوصل الا من خلال التعمق في المحلية بتاعتنا، لان احنا عندنا طابع مميز للمزيكا وطابع مميز للأزياء اللي بترقص بيها وطابع مميز للرقصات اللي بتتقدم على المسرح. كل محافظة من محافظات مصر هتلاقيها مشهورة برقصة معينة، بنوع مزيكا معين، بآلة موسيقية معينة، فده في حد ذاته بلكنة معينة. بلكنة معينة كمان، فده في حد ذاته مهم جدا ان احنا نفضل متمسكين بأصولنا وبفننا وبفلكلورنا، بالإضافة لمجارات التنوع الكبير اللي بيحصل في المزيكا. انت عارفة كل يوم بيحصل جديد في المزيكا طبعا، عشان كده هتلاقي يمكن اللي بيخدم المهرجان فكرة حتى نجومنا المصريين نجوم متنوعين في اللي بيقدموا. كايروكي مزيكته مختلفة، وسط البلد مزيكته مختلفة، ويجز طريقته ومزيكته مختلفة عن طبعا الطرب الكلاسيكي اللي شفناه مدحت صالح وأنغام، إلى مثلا حتى محمد منير إلى حكيم، إلى برضو نوع تاني مختلف من الطرب الشعبي لرضا البحراوي. يعني الحقيقة التوليفة كلها توليفة ذكية جدا، وتوليفة قدرت إن هي تلفت النظر بشكل كبير. طيب مش هينفع تكون معانا
وما اسالكش ازاي تابعت مهرجان الدراما والاحتفال بهذه الدورة الاستثنائية اللي كانت على هامش مهرجان العالمين الجديدة. إزاي تابعت رأي الفنانين؟ إزاي تابعت فكرة الجوائز اللي قدمت وراحت لأعمال درامية كانت الحقيقة مميزة جدا؟ وخليني كمان أسألك عن العمل الدرامي اللي كنت بتشوفه من رؤيتك كناقد فني يستحق الجائزة. والله أنا في البداية عايز يعني أحيي الشركة المتحدة وأحيي إدارة المهرجان على أن هي اختارت 60 سنة دراما للاحتفال بالفترة دي في المهرجان، لأن يمكن إحنا أصل الدراما في الوطن العربي كله، ونجومنا والمصورين والمخرجين والفنيين وعمال الإضاءة والصوت المصريين هم اللي نقلوا للوطن العربي كله تجربة صناعة الدراما وصناعة الدراما التلفزيونية، وهم اللي بيعملوا المسلسلات الناجحة في كل حتة في الوطن العربي. فكان لازم يحصل هذا الاحتفاء بالنجوم الدراما وصناعها من ممثلين لمخرجين لفنيين وغيره من الفاء. يمكن احنا دايما صحيح استاذ علي انا لو تسمح لي فضلي. أنا خلود زهران معاك من مدينة العالمين الجديدة، ويمكن وحضرتك يعني بتكلم عن مهرجان الدراما في نسخته التانية النسخة الاستثنائية، يمكن أنا كنت حاضرة المهرجان وقد إيه كان اللي بالتفاصيل المختلفة. كنت عايزة أسأل حضرتك عن أهمية أن يبقى فيه جوائز للجمهور، رأي الجمهور يكون كمان موجود مع لجنة التحكيم، أهمية ده وكمان شايف الاختيارات تقييمات، لانه كمان سمعت انه ناس كتير بتقول اختيار يا جماعه السنه دي يعني اختيار كان صعب قوي، لانه السنه دي كان في اعمال كتيره جدا متميزه، مش عمل او عملين او ثلاثه، السنه دي كان في اعمال مهمه متميزه وعدد كبير جدا من النجوم، شفت ده ازاي؟ اولا انا بشكرك برضو يا خلود، انت حقيقه عامله مجهود كبير وجبار من العالمين، انا بشكرك عليه، دايما بتجيب لنا كل التفاصيل وبتعيشي الجمهور او المشاهدين داخل الاحداث. يمكن مهم جدا ان هو كان يبقى فيه جوائز الجمهور السنه دي في الدوره الثانيه، لان في الاول وفي الاخر صناع الدراما او حتى النجوم والمخرجين هم بيقدموا المنتج ده للجمهور. ذائقة الجمهور بدأت تتغير بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، لأن إحنا كجمهور مصري جمهور واعي ومطلع ودايما بيتابع الدراما سواء العربية منها أو حتى العالمية، يعني هتلاقي في عندنا شباب مصريين بيتفرجوا على الدراما الكوري، بيتفرجوا على الدراما الأسباني، بيتفرجوا على الدراما المكسيكي وحتى الأوروبية مثلا أو غيرها من الدراما الأمريكية. فحصل تنوع كبير عند المشاهد وأصبح عنده خبرة كبيرة ان هو يبدأ يختار على اساسها الجوائز، وكأنه ناقد سينمائي او كأنه ناقد فني ومدرك وفاهم من كتر مشاهدته للأعمال. فكان مهم جدا ان هو السنة دي يتم ادراج مسابقة اختيارات الجمهور اللي هي عن طريق الموقع الالكتروني الجائزة، عشان نشوف برضو، خدي بالك هو مهم ان احنا نعرف راي الجمهور علشان يعني الخطوات اللي جايه، يعني اي صانع دراما في الفتره اللي جايه هيشوف جوائز الجمهور اختار ايه ويبدا يدرس ويبحث ايه الجمهور عايز ايه، يعني بيحب ايه اكتر. واعتقد ان كان في اتفاق كبير جدا ما بين راي الجمهور ولجنه التحكيم، دي حقيقه، وده اللي هيخلي الناس لو تتابع الجوائز هتلاقي ان في اعمال واخده جوائز كتير من الجمهور ومن لجنة التحكيم، وده تأكيد على ان رأي الجمهور صائب وان الجمهور بيقدر يحس ويعرف الاعمال اللي تستحق الجوائز وتستحق الدعم. طيب شفت ايه المختلف السنة دي في هذه الدورة يا استاذ علي؟ يعني ايه المميز هذا العام عن النسخة الاولى؟ والله انا شفت اهتمام اكبر من النجوم، فالنجوم مصر والوطن العربي دول قوة ناعمة ومهمة جدا وليها تأثير قوي في كل مكان، لأن كل واحد منهم ليه جماهير عريضة في كل حتة، وبالتالي وجود النجوم، يعني احنا شفنا تقريبا كل نجوم مصر موجودين على السجادة الذهبية في المهرجان،
كل النجوم قد ايه كانوا. صحيح بقت الناس تسال هو مين يا جماعه اللي ما حضرش يعني. دي حقيقه يعني شفنا نجوم كتير، وبعدين يمكن احنا في العادي بنفتقد وجود النجوم والنجمات الشباب في المهرجانات، حتى كنا ننتقد بغيابهم في بعض المهرجانات السينمائيه، ولكن احنا شفنا منى زكي وكريم عبد العزيز، وشفنا محمد رمضان، ويعني نجوم كتير من النجوم اللي هم يعني في سن صغير موجودين، ودي تجربة حلوة جدا ان هم ليهم مصداقية كبيرة في الشارع وليهم جمهور كبير، وكل كلمة قالوها عن المهرجان او عن مدينة العالمين بتكون لها ثقل عند الجمهور، وده حق مصر على قوتها الناعمة ان هم يدعموا الحدث ويبقوا متواجدين ويدعموا الفكرة، لان يمكن الدراما التلفزيونية مؤخرا بدأت تاخد حقها في التكريم وفي الدعم. كان في الأغلب المهرجانات السينمائية والمهرجانات الغنائية هي اللي واخدة كل الأضواء وهي اللي واخدة كل الشو، ولكن الدراما التلفزيونية دراما مهمة جدا وصناعة كبيرة وضخمة تستحق إن هو يكون ليها مهرجان واثنين وثلاثة، لأن طول السنة بيبقى فيه مسلسلات بتتعرض وفي مواسم كتير بيتم عرض فيها أعمال تلفزيونية، حتى كمان الأعمال اللي بتتعرض على المنصات بنشوف مستوى راقي جدا من الأعمال اللي بتتعرض على المنصات، وبيستهدف شريحة مختلفة عن شريحة الجمهور اللي بيتابع على الشاشة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. يمكن من إنجازات مدينة العالمين الجديدة الحي اللاتيني اسكندرية القديمة، هنروح نشوف عرض معلوماتي عنها ونرجع مرة تانية. We'll be right back.
برحب بحضرتكم مرة تانية من مدينة العلمين الجديدة، برحب بزميلتي حور في الاستوديو وشروق وجدي من الممشى السياحي. ويمكن احنا كنا بنتكلم مع حضرتكم مع طبعا ضيفنا اللي كان معانا على الهاتف الأستاذ علي، كنا بنتكلم عن المهرجان، مهرجان الدراما اللي انطلق أول امبارح في نسخته التانية ضمن فعاليات طبعا مهرجان العلمين في نسخته الأولى. الحقيقة أي حد حضر المهرجان، أنا كنت موجودة هناك، والناس اللي تابعت كمان واتفرجت، الشكل، الديكور، التحضيرات مبهرة. الافتتاح كان في غاية الجمال الحقيقة، يعني نجوم كتيرة جدا كانوا موجودين وحضروا في المهرجان، نجوم الصف الأول والتاني، وكان في جوائز وكان في أيضا تكريمات. المميز كمان أنه كان في رأي الجمهور مع لجنة التحكيم، رأي الجمهور كان موجود، لأنه رأي الجمهور طبعا مهم جدا، ولكن معظم الناس قال طبعا أنه كان في اتفاق كبير جدا ما بين رأي الجمهور وأيضا لجنة التحكيم. طبعا أنا يعني شايفة أنه اختيار النجوم يعني كان صعب. ليه؟ لأنه السنة دي كان في أعمال مميزة جدا، أعمال درامية متميزة على مدار السنة، لأنه الحقيقة كمان اللي بيميز هذه النسخة إن احنا يعني ما اخترناش فقط الأعمال اللي كانت في شهر رمضان، ولكن على مدار العام، وعلى مدار العام شفنا أعمال مميزة. في المجمل كان الاحتفال أو المهرجان مبهج، ليلة من أحلى الليالي، وده إن يدل على شيء، يدل على إنه مصر كبيرة بنجومها، بفنها، بقدرتها على تنظيم أحداث وإيفنتس ومهرجانات عالمية، سواء كنت بتكلم عن مهرجان العلمين أو حتى مهرجان الدراما. المكان، التصوير والموقع كمان نفسه اللي تم اختيار فيه يعني مكان المهرجان، ونجومنا اللي جم وحضروا كان يعني عدد كبير جدا منهم. وشروق يعني ممكن برضو أسألها عن المهرجان، أكيد شروق تابعتي المهرجان كواليسه، الشكل المبهر، الاحتفالية، وهناك كمان يعني ذكاء ان هي تقام في هذا المكان. خلود الحقيقة طيب يعني طبعا تابعت المهرجان من بدايته، بتابعت المهرجان من بداية الاستعدادات. بصراحة خلود أنا عايزة أتكلم معاكي وحور وأشكر الحقيقة كل الناس يعني القائمة على هذا المهرجان، سواء مهرجان القاهرة للدراما أو مهرجان العالمين الجديدة. ليه بقى؟ في حاجة مهمة جدا هي اللي بتربط برضو نجاح كل منطقة موجودة هنا جوه مدينة العالمين الجديدة، ألا وهي بجانب طبعا التنظيم، العمال خلود اللي شغالين على ان كل حاجة تطلع مصبوطة، وفجأة الحاجة تبنيو، فجأة الحاجة تتشال ويجي حاجة تانية غيرها. الحقيقة يعني انا عايزة اوجه الشكر كبير ليهم، لانه انا عايزة اقولك تابعت الاستعدادات لمهرجان القاهرة للدراما. انا عايزة اقولك المهرجان ده يعني طلع في وقت بسيط جدا، والكل انبهر بيه، سواء جمهور او فنانين موجودين او اي حد توافد على هذا المهرجان. فطبعا مجهود مبذول اكثر من رائع، الحضور كان في غاية الروعة. طبعا حتى الفنان تامر حسني وتواجده والحالة الجميلة اللي عملها، توزيع الجوائز، يعني طبعا ما كنتش متخيلة بصراحة انه هذا الكم من الجمهور وهذا الكم من الفنانين هيكون متواجد هنا في مدينة العالمين الجديدة، وانا اتفاجئت بصراحة وكنت سعيدة جدا جدا. اتفضلي خلود. صحيح يا حور، يمكن احنا كان ناس كتير قالوا طب هو مين ما حضرش من الفنانين، لانه فعلا على غير المتوقع لا شهدنا حضور كبير جدا من نجوم الصف الاول والتاني والشباب ونجومنا الكبار، الاثر والاعمال الدرامية على طبعا مدار السنين. هرجع لك مرة تانية يا حور، ولكن احنا معانا استاذ حسام هزاع الخبير السياحي. برحب بحضرتك يا استاذ حسام. اهلا وسهلا استاذ خلود، انا دكتور حسام مع حضرتك.
الو دكتور حسام، برحب بحضرتك. يمكن احنا شفنا هذا التنوع اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة، مهرجان عالمي، مهرجان فيه كل الأنشطة المختلفة السياحية الترفيهية الثقافية الفنية. هذا التنوع اللي احنا شفناه يا دكتور، يعني لأي مدى أولا هيعزز من مكانة مصر وهيضاها على خريطة السياحة العالمية بشكل كبير؟ أكيد طبعا، لأن كل يوم المهرجان موجود بيحقق نجاحات، وده واضح من الصورة الإيجابية اللي نقلها للخارج ونقلها برضو للدول العربية، اللي هي في أعداد كبيرة من السياح موجودة في مصر حاليا وموجودة في منطقة العالمين برضو في الساحل. بقت العالمين مدينة سياحية تضاف للمدن السياحية المصرية بتنوعها في سياحة المهرجانات وسياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت. الفترة الماضية ظهرت بشكل كبير، وخاصة برضو لما بيبقى في مسابقات أخرى. تسليط الأضواء كان على مدينة العالمين، ولكن في الحقيقة هو سلط على مصر كاملا، يعني كسياحة، حتى مطار العالمين صحيح. مطار دولي بيستقبل سيارات من جهات أو من دول معينة، فده وطاقته الاستيعابية كبيرة. كل ده طبعا بيطفي صورة إيجابية. كمان الناس اللي بتقول أراءها بعد كده والريفيوز بتاعتها على السوشيال ميديا، أو لو في ريلز موجودة أو حاجة على التيك توك بيحطوها عن مهرجان العالمين، ده طبعا بيؤدي إلى مزيد من المعرفة والشهرة بالنسبة للدول المصدرة للسياحة وبالذات الدول العربية. لو في مهرجانات بعد كده أو كونسرت تمت وفيها مغنيين عالميين أجانب في الفترات القادمة، طبعا هيجي ناس كتيرة أجانب من دول العالم المختلفة ومن أوروبا ومن يعني بكافة أنواعها لمشاهدة المغنيين اللي هم الأجانب. زي ما بيحصل مثلا احتفالات أو كونسرت أو عند منطقة الأهرامات إلى آخره، فبيجي الأجانب. بالإضافة طبعا أن كان في بعض زي سياحة الأزياء والمؤتمرات السياسية اللي تمت في منطقة العالمين الفترة الماضية، سيادة الرئيس لما قابل بعض الرؤساء من دول مختلفة في منطقة العالمين، فده هيشجع على سياحة المؤتمرات بشكل كبير. طيب يعني دكتور حسام، أنا مع حضرتك حور محمد من استوديو القاهرة، وكنت عايز أسأل حضرتك إزاي بتشوف أنه هذا المهرجان بالصورة اللي وصلها عن مدينة العالمين الجديدة قادر ان هو يحط هذه المدينة على قائمة السياحة ويعزز ايضا فرص الاستثمار في مصر وفي هذه المنطقة تحديدا؟ والله استاذ حور، طبعا ده بيتضح من خلال الاشغالات الفندقية اللي موجودة، الطاقة الاستيعابية للفنادق، الاشغالات الفندقية وهي 5 ستارز و 5 ستار ديلوكس بنسب اشغال كبيرة جدا، بتصل إلى 90% في بعض الفنادق. ده كله بيدعو المستثمرين سواء من مصر أو من الدول العربية إلى مزيد من الاستثمارات، وفي مستثمرين بالفعل من الدول العربية هتقيم بعض الفنادق في منطقة العالمين. فلما يكون القوة اللي ظهر بها المهرجان والإقبال وأعداد كمان السياح حتى من السياحة الداخلية بالإضافة إلى السياحة العربية، وأي حد موجود في الساحل جه وحضر بعض المهرجانات، فده بيدل على نسبة الإشغال العالية. النقطة المهمة كمان إن في كل الإمكانيات، سواء بقى يعني من ناحية التجهيزات، من ناحية الطرق، من ناحية القاعات، من ناحية حتى المستشفيات، من ناحية كل شيء. فهنا بقت مدينة كاملة متكاملة تستطيع استقبال سياحات كثيرة، منها زي ما ذكرنا السياحات الماضية. ولو تمت مسابقات أو شركات دولية، لأن في شركات دولية أو مؤتمرات دولية ممكن تتم زي مؤتمر COP27 اللي تم في شرم الشيخ، صحيح. ممكن يتم زيه في العالمين، ممكن تبقى في يعني في المدينة نفسها تقدر تستقبل أنماط كثيرة من السياحة. وبعدين التجهيزات اللي فيها موجودة، وده صحيح. كمان اللي بيعزز صحيح. فرص العمل يا فندم. وده يبقى آخر سؤال لحضرتك،
السياحة اللي حضرتك يمكن ذكرت أكتر من نوع من أنواع السياحة، سواء كانت طبعا الشاطئية أو المؤتمرات أو اليخوت أو السفاري اللي هي تكون في مرسى مطروح، بالإضافة طبعا لسياحة المهرجانات يا دكتور حسام اللي تم إضافتها على أجندة السياحة. ويمكن عدد كبير جدا من الخبراء اتكلموا وقالوا أنه هذا العام كمان شفنا زيادة في عدد من السياح من دول أوروبية في الساحل الشمالي بنسبة 10%، سواء يعني فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، بيتمتعوا بالسياحة الشاطئية صباحا وبالليل يعني بيستمتعوا بالإيفنتس والفعاليات الموجودة. شفت ده أهميته إزاي؟ هو ده مهم جدا بالنسبة للأجانب طبعا، وفي أجانب زي ما ذكرنا حضرتك يجوا منطقة مرسى مطروح ومنطقة العالمين لزيارات برضو، بس زيارات ثقافية يعني مقابر العالمين، متحف العالمين، متاحف في العهد اليوناني من أثار، يعني قصدي أثار من الفترة اليوناني الروماني. ولكن السياحة الشاطئية بالإضافة إلى أنواع أو بطولات رياضية أخرى أو مهرجانات غنائية أخرى الفترات القادمة بشكل مستمر طوال العام هتجذب طبعا أعداد كبيرة، لأن كده إحنا لما هتطلع أي بورصة عالمية من بورصات السياحة هيتم التسويق لمصر كلها ومن ضمنها منطقة العالمين بالفنادق اللي موجودة، لأن بيشارك في بورصات العالمية للسياحة الفنادق والشركات ولو في مراكز صحيح. طبعا في مراكز غوص في البحر الأحمر، قصدي كل حتى في ناس بتبقى الطيران الخاص أو الطيران الشارتر يعني اللي هو منخفض التكاليف بيشاركوا، فلو في طيران برضو بينزل منطقة العالمين وتم التعاقد مع دول على انها تجيب السياح دايركت لمنطقه العالمين كسياحه شاطئيه، او يبقى في برامج سياحيه مع منطقه العالمين مع الاسكندريه، الاثار اللي موجوده في الاسكندريه مع منطقه العالمين، اكيد هيزيد كتير بشكل الاعداد اللي هتيجي لمنطقه العالمين والمصر كلها، لان هيتم التسويق ليها مباشره. اي صحيح. حاجه بيتم افتتاحها زي ما تم متحف الحضارات مثلا بقى محطوط في كافه البرامج السياحيه الفترة القادمة، أي بورصات عالمية هيكون فيها حضور للفنادق والشركات أكيد هيبقى فيه تسويق لمنطقة العالمين بشكل كبير، ولو في مؤتمرات إلى آخره هيتم التسويق على مستوى دولي لمنطقة العالمين بالإضافة للمناطق السياحية الأخرى في مصر، لأن يهمنا في المقام الأول جذب أكبر عدد من السياح ومزيد من عدد الغرف الفندقية سواء في العالمين صحيح. أو في مصر كلها، لأن احنا محتاجين 250 ألف غرفة عشان نصل لـ30. وإن احنا كمان يا دكتور حسام نجذب السياحة هنا في الساحل الشمالي الداخلية أو حتى من الخارج على مدار العام مش بس الثلاث شهور. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام، كنت معانا. بشكرك يا حور أيضا من استوديو القاهرة. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. كنت مع حضراتكم من مدينة العالمين الجديدة، المدينة وإقامة طبعا مهرجان العالمين في دورته الأولى اللي فاق كل التوقعات من حيث الشكل والتنظيم والتنوع في الأنشطة الثقافية والسياحية الترفيهية الرياضية اللي احنا شاهدناها على مدار شهر ونص، وخلاص بنختتم آخر الأسبوع يوم الجمعة اللي جاية في حفل الوجز. النهاردة في حفلة لكايروكي كي، الحفلة طبعا زي ما زميلتي شروق وجدي من ممشى السياحة قالت لنا ان في حضور كبير جدا والتذاكر تقريبا يعني خلاص كلها اتباعت والناس موجودة من دلوقتي منتظرة الحفلة. بشكرك ايضا يا شروق كنت معانا من الممشى السياحي. شكرا لحضراتكم، كنا معاكم من العالم عالمين.